السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وصحابي في كل مكان في الدنيا، وحشتوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. بإذن الله الحلقة دي هنتكلم عن جن نصيبين، وهم أول معشر من الجن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم دول اللي نشروا دعوة الإسلام ما بين معاشر الجن كلها. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي السماء اتملت شهب، كان الجن بيسترق للسماء في الوقت ده بأن يرقى بعضهم على بعض، يعني كانوا بيطلعوا فوق بعض فوق بعض لغاية لما يوصلوا لعنان السماء وبدأوا يسترقوا السماء. فطبعا لما لقوا الشهب احاطت بالارض كلها والسماء كلها عماله تطلع شهب ومش عارفين يسترقوا السماء، طفوا مشارق الارض ومغاربها عشان يعرفوا ايه السبب، مش عارفين ايه اللي بيحصل. في الوقت ده كان النبي عليه الصلاه والسلام خارج من مكه ومعايا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان خارج من مكه وهو بيتمشى، وفجاه النبي عليه الصلاة والسلام وقف عبد الله بن مسعود وقال له خليك مكانك، وقف مكانك ما تتحركش. وراح بالعصا بتاعته النبي عليه الصلاة والسلام راح رسم خط على الأرض وقال له عبد الله بن مسعود ما تعديش الخط ده مهما حصل. وطبعا عبد الله بن مسعود جلس مكانه وفضل مستني بيراقب النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فضل ماشي 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 لحتة بعيدة كده، وفجأة وقف وقعد يقرأ قرآن. الوصف بقى اللي وصفه عبد الله بن مسعود للواقعة دي قال ايه؟ قال لك رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق كانوا بيجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وده اتذكر في القرآن في سورة الجن الآية 19 بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فضلوا يتجمعوا عليه لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود بقى بيوصف قال لك لغاية لما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش باين خالص. فطبعا قام من مكانه ووقف وكان عايز يعدي الخط، فالنبي عليه الصلاة والسلام شاور له وقال له خليك مكانك اجلس. فايه فضل مكانه وفضل مستني، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأ ويدعوهم للإسلام. طبعا الكلام عجبهم قوي، كانوا أول مرة يسمعوا القرآن فلقوا حلاوة القرآن ولمسوا اللغة البليغة اللي في القرآن والآيات الجميلة، وانطلقوا عشان خاطر ينشروا الدين. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رجع له على الفجر كده فقال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق وهممت لأستنجد بالناس، يعني كان عايز ينده على الناس ويقول لهم الحقوا النبي عليه الصلاة والسلام، لولا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، لولا انك يا رسول الله شاورت لي فقعدت مكاني. دي كانت اول وقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل الجن 6 مرات ويمكن اكتر كمان، في الروايات كمان 9 مرات. ملوك الجن دول، جن نصيبين دول، من اتسموا جن نصيبين لان المدينه ديت مدينه تقع دلوقتي في الوقت الحالي في تركيا، بس هي في الوقت على ايام النبي عليه الصلاه والسلام كانت تبع الاراضي، تبع الاراضي الشام، تبع شمال الشام، بس هي في الوقت الحالي اللي احنا فيها تبع الاراضي التركيه. ملوك الجن في روايه بتقول 7 وفي روايه بتقول 9، وهم اسمائهم حسى ومسى ومنشا وشاصر وماصر والأرض وأنيان والأخصم والأحقب والعاقب، ودول أسماء جن نسيبين اللي هم ملوك الجن المسلم.
دول اللي نشروا، انطلقوا بقى وبدأوا ينشروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة الإسلام، وده ورد في سورة الأحقاف الآية 31 لما ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صدق الله العظيم. انتشروا في الأرض وبدأوا يبلغوا قومهم، وانتشر الدين الإسلامي ما بين معاشر الجن بسرعة مذهلة في الوقت اللي كان فيه أتباعه من الإنس قليلين جدا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قابل بعد كده جن النصيبين في أكتر من مكان، زي وادي نخلة وشعب الجحون والبقيع والغردق وغيرها كتير، زي كمان ما في مكان اسمه محبس الجن موجود في مكة، كمان في مكان مسجد موجود في مكة برضو اسمه مسجد الجن، وبيقال أهل مكة وأهل الحجاز بيقولوا عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على جن النصيبين أو جن المسلم في مكان اللي هو مسجد الجن. كمان من ضمن الأماكن برضو اللي النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة تانية برضو، كان معاه عبد الله بن مسعود، كان قاعد وسط الصحابة وقال لهم: أني ذاهب الليلة لأقرأ القرآن على الجن فمن يأتي معي؟ فجه معاه عبد الله بن مسعود قال له: أنا يا رسول الله. فذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصلوا لوادي وعمل نفس الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقف مكانك هنا ما تتحركش، وراح رسم له خط بالعصاية بتاعته على الأرض وقال له: خليك ورا الخط ده ما تتحركش. في الرواية التانية كمان في الموقف التاني دوت، عبد الله بن مسعود بيوصف الطيور اللي هو شافها، قال لك: رأيت رجالا كالنسور تهوي من السماء وتحط على الأرض. قال له: رأيته رجالا كالنسور تهوي من السماء وتضعه على الأرض، عن النبي عليه الصلاة والسلام. لقى زي نسور كده هوت ونازلين عند مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيأمن على عبد الله بن مسعود من الجن وقتها. فقال له: ماذا رأيت يا عبد الله؟ فقال له: رأيت يا رسول الله رجالا كالنسور سود بيرتدوا ملابس بيضاء. فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: مين دول؟ قال له: دول جن نصيبين. وقال له: أنا كنت ههم وهستغيث بالناس عشان خاطر سمعت لغط ودوشة، بس شفتك يا رسول الله وانت ماسك العصا بتاعتك وبتضربهم وبتقول لهم: اقعدوا اقعدوا اقعدوا. فايه، قعدوا واستمعوا وانصتوا. فقال له: اللغط ده حصل ساعه ما كنت بحكم ما بينهم، ان كان في واحد اتقتل منهم فكنت بحكم ما بينهم بالعدل. بكده نكون خلصنا محاضره النهارده، ان شاء الله باذن الله الحلقه الجديده هنتكلم على معلومات جديده. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني، انا محتاج لدعمكم عشان يوصل لكم كل جديد والقناه دي هتكبر بيكم. كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.